مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد. يوم الأحد هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل المناطق الشمالية والغربية من المملكة. المناطق الشمالية شمال الجوف تصبح الأجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر، وأيضا المنطقة الغربية حالة أقوى من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى سقوط زخات رعدية، أحيانا تكون الأمطار غزيرة. وهذه المنطقة الغربية تشمل تقريبا منطقة جدة ومكة والطائف، تكون أحيانا غزيرة تؤدي إلى جريان السيول. وبشكل عام الأجواء في المناطق الشمالية لطيفة في النهار، تميل للبرودة ليلا ومعتدلة نهارا لطيفة ليلا في المناطق الوسطى وأيضا الشرقية والغربية من المملكة. هذه هي الأحوال الجوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.